المهندس سمير موسى، ماجستير تكنولوجيا الاتصالات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، خبرة تصل 22 عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الاتصالات. المدير الإقليمي لشركة أمادوكس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عضو مجلس إدارة وشريك مساهم لعدة شركات في مجال البرمجيات، مستشار تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بمجموعة سياتل للمشروعات. كويس سمير، أهلا بيك، نورتنا. اتفضل يا مرحب في شغل عالي. ميرسي، شكرا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك. عايزه ابتدي معاك من الاخر. فين وصلنا في عالم البرمجه؟ وفين الفرص الكتير المتاحه لاي حد لسه بيبتدي، مش بس الكارير لكن كمان بيبتدي اختيار مجال الدراسه؟ طيب، هو وقت ما انا بدات اشتغل في المجال ده كان علوم البرمجه هي جزء من بناء المستقبل، لكن حاليا هي بقت بناء المستقبل كله. يعني لما نلاقي شركه بحجم فيسبوك النهارده الدايركشن بتاعها انها تخلق حاجه اسمها الميتافيرس، اللي هو العالم الافتراضي. العالم الافتراضي ده مبني على مجموعه من البرامج، مجموعه من الاشخاص مبرمجين بيخلقوا عالم افتراضي بالكامل بكل المكونات بتاعته موجود، بحيث الناس تقدر تتفاعل وتتعامل مع بعض، ويبقى عليه انشطه ويبقى عليه فعاليات ويبقى عليه اعمال. بالنسبه لكم انتوا كمبرمجين دي مش حاجه مخيفه؟ احنا بالنسبه لنا لسه حاجه مخيفه. هي مش حاجه مخيفه، لكن هي بتثبت ان الكارير ده هو المستقبل. يعني اي حد بيشتغل في المجال ده بيشوف ان هو وقت ما خد القرار ان يدخل الطريق ده كان بياخد الطريق اللي هيوصله ان هو النهارده يتحكم في مصير كل البشر الموجودين على الكوكب. لان احنا بنتكلم مفيش النهارده، شفت، مرعبه. ايه مرعبه؟ طبعا. لكن مفيش حاجه في حياتنا البرمجه ما بتدخلش فيها. التليفون اللي في ايدينا هو عباره عن سوفت وير او برمجه. كل الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا، العربيه اللي بنركبها، الاماكن اللي موجود فيها. النهارده بقى في حاجه اسمها سمارت هومز، بقدر اتحكم في كل الاجهزه الموجوده في بيتي عن طريق سوفت وير، فبقت موجوده في كل جزء من الحياه، فبالتالي ما بقتش اقدر افصلها عن حياه الانسان. حتى المصانع اللي بيتحكم في المكنه النهارده برامج مش اشخاص. وحتى المهن التقليدية، وده حقيقي احنا بقالنا كتير في البرنامج بنحاول نقنع الناس بيه، إذا لم تتصالح مع الحلول التكنولوجية الجديدة مزبوط. هتروح فين؟ للأسف إن هو ما حدش هيقدر يسيرفايف بدون التكنولوجيا. مفيش أي مهنة هتقدر تكمل بدون المكون التكنولوجي اللي موجود فيها، بدون ما يكون في مبرمج عارف إن هو يشتغل، سواء كانت المهنة دي حسابات، سواء كانت صناعة، سواء كانت تجارة، سواء كانت نقل، سواء كانت سفر. كل مجالات الحياة النهاردة معتمدة على التكنولوجيا. أنا مشغولة أسألك بمساهمة التكنولوجيا كمان في الاقتصاد، لأن دورك القيادي والإداري ممكن يكون تساعدنا نشوف الموضوع من زاوية تانية، مش بس كفرصة عمل للشباب لكن كمان كشير أو مشاركة في الاقتصاد المصري. إلى أي مدى إذا نهضنا بالقطاع ده، ده جزء مهم ممكن يفرق في الاقتصاد؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هو جزء مهم جدا في تطور اي اقتصاد في العالم. لما نبص على اكبر اقتصادات موجوده في العالم زي الاقتصاد الامريكي او الاقتصاد الصيني، جزء كبير من الاقتصاد ده مبني على التكنولوجيا. عندنا شركات من اكبر الشركات من حيث حجم الاعمال والقيمه الشرائيه هي شركات زي ابل وجوجل، الشركات الموجوده في السوق الامريكي. الشركات الصينيه اللي موجوده اللي بتتحكم في صناعه الرقائق والتشيبس، النهارده بقى المكون ده اساسي في كل جزء من الحياه. فلما حصلت الازمه دي فوجئنا ان عندنا تاثير على صناعه السيارات، فوجئنا عندنا تاثير على كل الصناعات اللي نقدر بنحتاجها في حياتنا مرتبطه بالتكنولوجيا. بس انا شايف ان الدوله هنا واخده توجه انها تنمي الاتجاه ده وتزوده، لان مصر قطعت شوط اوريدي. يعني احنا عندنا كتير من القيادات المصريه موجوده في شركات عالميه واخده مناصب كبيره. حضرتك واحد منهم، ربنا يخليك. لان احنا ابتدينا في المجال ده بدري، لكن ما ينقصنا هو السكيل. السكيل ان احنا نخرج من مجال مجموعه من الافراد بتشتغل في المجال التكنولوجي ده او بتتميز فيه، او بيجتهدوا كمان بشكل فردي، او بيجتهدوا بشكل فردي زي ما حضرتك قلتي، ان احنا يبقى دي صناعه وننميها ويبتدي في دعم للصناعه دي، زي ما مثلا الصين عملت، والنهارده اصبحت تتحكم في جزء كبير من اقتصاد العالم نتيجة المقدرة التكنولوجية اللي موجودة عندها. بمعنى صناعة
الأدوات التكنولوجية ولا صناعة الأشخاص؟ الأشخاص، أنا أقصد صناعة الأشخاص. إزاي؟ أحكي لي. يعني مثلا النهاردة معروف أن على مستوى العالم أكبر دولة من حيث عدد المبرمجين هي الهند. الهند؟ ما هياش أمريكا ولا الصين. والحاجة اللي بتخليني غير أن هما ما بيسيبوش البلد. بالظبط. وهقول لحضرتك، لما بيسيبوا البلد بيسيبوا البلد ويروحوا على مناصب كبيرة جدا زي السي او بتاع جوجل مثلا اللي هو أصلا من الهند. احنا كشركة عندنا النهاردة نص القوة بتاعتنا، نص قوة العمالة اللي موجودة في الشركة في الهند. yeah. 50% بيشتغلوا ريموت. مبرمجين. مبرمجين مش لازم يجيلك ولا يبقى في المكتب ولا محتاج ان هو يكون في المكتب ولا محتاج ان هو يكون في عدد معين من الساعات اللي بيشتغلها. هو في الاخر بيتحاسب على الاوبوت. طبعا مهندس سمير دلوقتي لو حكالنا عن بيئة العمل، ودي حاجة بالمناسبة ملفتة جدا للنظر، بيئة العمل في الشركات البرمجيات والإنترنت كل الأشياء مزبوط. حلوة قوي، فاحكي لي انتوا عندكم ايه المميز، بتعملوا ايه؟ طبعا الشركات اللي بتشتغل في المجال ده بتهيئ مجال عمل معين، لان المبرمج ده بيقضي عدد ساعات كبير قوي قدام شاشة الكمبيوتر. فبالتالي لازم في جزء من اليوم بيفصل فيه عن الشغل اللي هو بيعمله ده، بيعمل اي اكتيفيتي فيزيكال زي ما يكون بنشوف مثلا ترابيزات البينج بونج والفيديو جيمز او الالعاب دي، بحيث ان هو يخرج بره ينفصل عن الجوب دي لمده نص ساعه او ساعه، الشغل العميق اللي هو بيعمل وقت اللانش بريك مثلا بتاعته، ويقدر يرجع يكمل شغله تاني. لان يعني الفترات الطويله الانسان بيقعدها قدام شاشه الكمبيوتر طبعا بتاثر على وظائف الجسم كلها. فبالتالي الشركات دي بتحاول تهيئ مناخ علشان تشجع الناس انها تشتغل عدد ساعات اكتر، وده معناه ان هو لما بيشتغل عدد الساعات بيشتغلها بعمق وبانتاجيه. طبعا، لان هو في الاخر هو المبرمج بيتحاسب على انتاجه مش على عدد الساعات اللي بيشتغلها. احكي لي عن الانليميتد فيكيشن او الاجازات المفتوحه عندكم. احنا واحده من الشركات يمكن الاوائل في العالم اللي عملنا الكونسيبت ده، وابتدى يتطبق في مجموعه من البلاد انكلودنج امريكا والهند كمان، وحاليا في دوله الامارات. احنا بنعمله بس بطريقتنا. ان احنا مش بنحدد للموظف عدد ايام معين من الاجازه طبقا لقانون العمل اللي في اي دوله. لا، احنا قلنا ان احنا بندي الموظف انليميتد فيكيشن. انليميتد بمعنى هو يقدر ياخد الفيكيشن اللي هو عايزها او يقدر ياخد الاجازه اللي هو عايزها طالما الانتاج بتاعه لم يتاثر ومربوط بالكي بي ايز اللي هو محطوطه له، او معدلات الانتاج اللي هو بيتحاسب عليها اخر كل مؤشرات قياس الاداء كمان هو بيبقى المانجر بتاعه هو اللي يقدر يقيم اذا كان الاجازه دي في وقت مناسب او وقت مش مناسب. وعايز اقول لحضرتك لما ابتدينا نطبق البروجرام ده لقينا ان عدد الاجازات اللي بياخدها الموظفين قلت مش زادت. كل متاح الواحد بالظبط زي ما بنقول الممنوع مرغوب. فانا لما بقول للموظف انت والله ليك 20 يوم او 30 يوم في السنه، هو عايز ياخد الايام دي لانها هتروح او مش هيقدر يستخدمها. بالظبط. في حين ان هو لما بقول له والله انت مفتوح لك انك تقدر تستخدم عدد الايام زي ما انت عايز طالما انت بتديني الانتاج اللي انا عايزه. فين الفرص انه مبرمج او شاب يفضل جوه بلده ويقدر يشتغل على نفس المستوى اللي هو بيتمناه؟ لانه هم يعني معذورين اذا كان مغري جدا الاجور خارج مصر قدام تحديات كتير انه يفضل في بلده ويكمل شغل. ينفع نعمل ايه؟ هي المعادله لازم تكون موزونه زي ما حضرتك بتقولي. اولا انا شايف ان الدوله ابتدت الاتجاه الصح انها تعمل البنيه التحتيه للشركات دي، وده اول خطوه بنقول في انك تستابلش الصناعه بتاعه المبرمج، ان لازم تكون البنيه التحتيه موجوده بحيث ان المبرمج يقدر يشتغل من بيته او يقدر يشتغل من مكان العمل طالما في الاخر هيقدر يوصل الانتاج ده للشركه بتاعه. الجزء الثاني هو جزء ملوش علاقه بالدوله، جزء اكتر على القطاع الخاص. لما بنشوف بره في بلاد زي الهند بنشوف ان في شركات عدد العماله بتاعتها مثلا 10,000 او 15,000 مجرد مبرمج، وشغل الشركه دي مش ان هو يبيع منتجات لنفسه، هو بينتج برمجيات لصالح شركات تانية. نفس الكلام موجود في الصين، ان هو بينتج برامج معينه لصالح شركات امريكيه. يمكن كلنا عارفين ان اجزاء كتير من الحاجات زي اجهزه التليفون المحمول اللي احنا بنستخدمها في حياتنا كلها مصنوعه في الصين. هي مصنوعه في الصين لصالح شركات امريكيه، والبرامج اللي محطوطة عليها محطوطة لصالح شركات تانية. فأنا بخلق مجال أو بعمل إيكو سيستم زي ما بنقول، إن الشخص ده بياخد تعليم معين، بيدرس البرمجة دي، وبيبقى شايف إن ده مجال هو هيكمل فيه مستقبله. وكل ما بيتقن العمل ده كل ما القيمة بتاعته والقيمة السوقية للشخص ده بتعلى، لدرجة إن إحنا عندنا زي ترم كده بنقول عليه اللي هو المان داي برايس، اللي هو سعر يوم الشغل للمبرمج.
وسعر يوم الشغل ده بيختلف على عدد سنين الخبرة، على الكفاءة، على عدد لغات البرمجة اللي هو بيعرفها، قدرته على إنتاج برامج معقدة بأشكال معينة، وكل ما بتزيد الخبرة كل ما بيزيد التمن ده. يعني إذا كنا بنتكلم عن وظائف المستقبل، فالبرمجة رقم كام في وظائف المستقبل؟ أنا من وجهة نظري هي يعني يمكن رقم واحد، تشارك البايوكيمستري، يعني هم دول الحاجتين اللي أنا شايف إن هم هيكونوا المستقبل. كلنا لما حصلت ظروف بتاعة فيروس كورونا والجائحة ابتدينا ننتبه للجزء بتاع أهمية العلم شوية. أهمية العلم. وعلى فكرة جزء كبير من الأبحاث اللي طورت اللقاحات كانت مبنية على برامج، فهم احتاجوا مبرمجين برضو عشان نقدر نوصل للتركيبة بتاعة الفيروس ده ونخلق اللقاح بشكل أسرع من المعتاد. بنسمع مصطلح تطوير البرمجيات، البرمجة في حد ذاتها بالنسبة لنا حاجة جديدة، يعني إيه تطوير البرمجيات؟ تطوير البرمجيات إن أنا أخد البرنامج بتاع السوفت وير ده لليفل تين. إحنا النهاردة كل البرامج أو كل أغلبية البرمجيات اللي موجودة بتبقى معمولة إنها تخدم برودكت معين أو خدمة معينة، وبتبقى معمولة بناء على لغة واحدة من لغات البرمجة. اللي ابتدينا نشوفه في الخمس سنين اللي فاتوا ان احنا ابتدينا نستخدم حاجة اسمها الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. ان انا بيبقى قدامي كمبيوتر بقدرة عالية جدا من البيانات، ببتدي اغذيه بالبيانات دي، وكل ما بدي الجهاز ده بيانات اكتر كل ما ابتدي اطور من البرامج اللي انا حاططها واخدها الى بعد تاني. كمان حاجة مرعبة. لسه مصرة كده. لكن إذا كانت البرمجة هي نص الحاضر، ثلاثة أرباع الحاضر، وكل المستقبل تقريبا، إيه مستقبل المستقبل؟ مستقبل البرمجة؟ مستقبل البرمجة اللي ابتدينا نشوف النهاردة برضو مجموعة من الشركات ابتدت تفكر تستخدم البرمجة دي عشان تغزو الفضاء، عشان تخرج برا مجال الكرة الأرضية. ويعني زي شركة مثلا زي سبيس إكس بتاعت الملياردير إيلون ماسك اللي ناس كتير ابتدى النهاردة واحدة من الأفكار اللي بيعملها، بخلاف طبعا سفن الفضاء اللي هو بيصرف عليها التكاليف دي، بيعمل حاجة اسمها سبيس بيلت أو الحزام الفضائي. سبيس بيلت عبارة عن مجموعة من الأقمار الصناعية موجودة حوالين الكرة الأرضية، مش بالتكلفة العادية، بتكلفة أقل بكتير من اللي بتستخدم في الأقمار الصناعية، مربوطة ببعض بشبكة سوفت وير أو بمجموعة من البرامج، وهدف الشبكات دي إنها توفر إنترنت بتكلفة قليلة زي الشبكات الأرضية لكن عن طريق الأقمار دي. ودي واحدة من الحاجات اللي بيستخدمها الشعب الأوكراني النهاردة علشان يتواصلوا مع بعض في حالة وجود انقطاع الإنترنت نتيجة أن الشبكات الأرضية مش موجود. يعني ده موجود موجود وبيتم تفعيله في بعض المناطق، مش موجود بشكل كامل على مستوى الكرة الأرضية، وكمان حتى الآن ملوش تنظيم. لأن أي إنشاء لمنظومة معينة بيحتاج قواعد منظمة علشان ما تخرجش عن الحدود الطبيعية اللي بتأثر على حياة الناس، فلغاية النهاردة ملوش تنظيم معين. لكن طبعا نتيجة إن هو يعني لكن هيحصل، يعني أكيد وارد إنه يحصل، ما فيش إمكانية إن احنا نمنع التطور التكنولوجي. السؤال اللي نفسي أسأله لك بقى من بداية كلامنا، إمتى نشوف في مصر الكيانات البرمجية الاقتصادية العملاقة؟ يعني أنت كلمتنا قد ايه انه في فرص كتيره للافراد، للدوله انها تدعم الافراد، الكيانات العملاقه دي ممكن تيجي مصر او تنشا في مصر وتكبر في مصر؟ الكيانات الكبيره عندها الرغبه انها تيجي مصر، واكبر الشركات الموجوده في العالم يمكن بتشتغل وعندها فروع موجوده جوه مصر، لكن ما بتكبرش بنفس السكيل اللي موجود زي البلاد اللي موجوده في الهند. المعوقات اللي قدامها بتبقى معوقات من نوعين، معوق يعود للتنظيم او للاجراءات او للقوانين، وده برضو بيتم التوجه فيه ان هو يتم تعديله. المعوق الثاني هو الاشخاص. يعني للاسف احنا عندنا يعني عاده او توجه كاشخاص ان مجرد انا ما حسيت ان انا بقيت متميز في حاجه خلاص عايز اطلع للليفل الثاني وابقى مدير وابطل الشغل اللي انا بعمله. للاسف ان ده عيب فينا كلنا. لكن كلنا عايزين نبقى مديرين بالظبط. لكن المبرمج اللي موجود في الهند او في الصين مش حلمه انه يبقى مدير، حلمه انه يعمل اعقد برنامج في العالم فيعلي قيمته، فالشركات دي هي اللي تجيله مش هو اللي يطلب انه يكون مدير. انت فاجئتني. يعني حتى المهن التقنيه جدا عاليه الكفاءه لسه برضو بنفكر في الكادر الاداري للاسف، لان يعني يمكن اتربينا على كده او اتربينا ان احنا نشوف الـ يعني الاستراكشر ده او الترتيب الوظيفي ده، في حين ان هم مثلا
في الصين الناس عمرها ما بتفكر في ده. نتمنى ان احنا نغير من مشاكلنا وعاداتنا. انت قلت لنا حاجتين كبار، لكن بشكرك شكرا جزيلا. مهندس سمير موسى نورتنا، وشكرا لانك حقيقي من الناس المصادر الالهام بالنسبه لي انا كمان شخصيا، وانك بتعمل شغل عالي. ميرسي خالص. شكرا.